البارح كان درنا الاخر مدار مهم هذيك الايام وانا متبعنا معه انا في العين والحسد كان البارح رجلي تصلبت وعزك الله الاعضاء كلهم ديالي تصلبوا العين والحسد والامس الراس ديال عي طير ومهم ممكن مشي لي لحال حد الله يعني ما نقولكش دريش فوق هادشي كامل كان سولني قال لي واش عندكم شي نساء كبار وكذا كذا في الحومه بالامس حنا جبنا واحد يعني اكبر حمراء عندنا في الحومه تقريبا لا من ناحيه اللسان ولا من ناحيه التصرفات ولا من ناحيه الكلام ولا من ناحيه كل شيء وحلمت تسولني في امور الشخصيه شنو كدير شنو كتخدم شنو كتفعل شنو كترك فهمت من بعدها صبحت ما قادرش نوض فهمت صبحت مسالي زيد هادشي اللي كاين عندك شي حاجه بغيت تقولها نحن متهلي حلمت في واحد البير في واحد ديك البومه البومه ميتاو بحال اللي كدول على شي يسيروا داك البير فيه الماء ديال ما فيهش الماء ديال الشريف فيه الماء ديال هذا زيد ودابا كنت مريح انا والاخ ديالي وبقى كيناقش معايا وتزيرت وجاتني البكيه وليا بقيت نقول له صافي امشي بحالي واحد القنطار وكنت اثر في السحر الوالدين باسماء الوالدين وفي الشمال شيخ الشمال كنت اثر فيه بزاف يلا خمط عينيك حط يديك على رجليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه شفاء للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويشفي صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا شيء حفيظ لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات
واستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء كل شيء قدير اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اللهم أبطل أثر عين حاسدة تتمنى زوال النعم 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 اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما ذكرت اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما بغت نظرت وما كبرت اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت وما قالت تبارك الله اللهم اطفئ حرها اللهم ابرد حرها اللهم اخرج حرها اللهم أزل أداها وضررها وشرها اللهم اطفئ حرها اللهم ابرد حرها وأخرج حرها وأزل أداها وضررها وشرها بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين صابت أصابت على المحبة بين الأبناء وآبائهم اللهم أبطل أثر عين حاسدة أصابت على المودة بين الأبناء وآبائهم اللهم أبطل أثر عين حاسدة أصابت على المحبة بين الأبناء وآبائهم اللهم أبطل أثر عين حاسدة أصابت على المودة بين الأبناء وآبائهم اللهم أبطل حسدا على الألفة بين الأبناء وآبائهم اللهم أبطل حسدا على المودة بين الأبناء وآبائهم اللهم أبطل حسدا على المودة بين الأبناء وآبائهم على المحبة بين الأبناء وآبائهم اللهم اطفئ حرها اللهم ابرد حرها اللهم اخرج حرها وأزل أداها وضررها وشرها بسم الله تبطل كل عين يخدمها جني بسم الله تبطل كل عين يحرسها جني بسم الله تبطل كل عين يخدمها جني بسم الله تبطل كل عين يحرسها جني بسم الله تبطل كل عين توكل بها جني بسم الله تبطل كل عين يخدمها جني
بسم الله تبطن كل عين يحرسها جني بسم الله تبطن كل عين يخدمها جني بسم الله تبطن كل عين يحرسها جني بسم الله تبطن كل عين يخدمها جني بسم الله تبطن كل عين يحرسها جني بسم الله تبطن كل عين يخدمها جني بسم الله تبطن كل عين يحرسها جني بسم الله تبطن كل عين توكل بها جني بسم الله تبطن كل عين حاسدا عليها جني بعد القلوب والأجساد بين الأزواج بعد القلوب والأجساد بين الآباء بعد القلوب والأجساد بين الأبناء وآبائهم بسم الله تبطن كل عين عليها جني تبطن كل عين يخدمها جني اللهم اطفئ حرها اللهم ابرد حرها اللهم اخرج حرها اللهم ازل داها وضرها وشرها اللهم اطفئ حرها اللهم ابرد حرها اللهم اخرج حرها وازل داها وضرها وشرها اللهم اطفئ حرها اللهم ابرد حرها اللهم اخرج حرها وازل داها وضرها وشرها بسم الله تبطن كل عين حاسدة افتراكات بسم الله تبطن كل عين حاسدة افتعرضات بسم الله تبطن كل عين حاسدة افتضاخرت بسم الله تبطن كل عين حاسدة اصابت بسم الله تبطن كل عين حاسدة عذبت بسم الله تبطن كل عين حاسدة امرضت بسم الله تبطن كل عين بسم الله تبطن كل عين بسم الله تبطن كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما بركت نظرت وما كبرت اللهم اطفئ حرها اللهم ابرد حرها اللهم اخرج حرها اللهم ازل اداها وضرها وشرها بسم الله تبطن كل عين في الرزق عين في المال عين في الصحة عين بسم الله تبطن كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما بركت نظرت وما كبرت نظرت وما قالت ما شاء الله وما قالت تبارك الله اللهم اطفئ يا ربي حرها وابرد يا ربي حرها واخرج يا ربي حرها وازل يا ربي اداها وضررها وشرها بسم الله تبطن كل عين بسم الله تبطن كل عين حرارتها تراكمت تقوى بها جني حرارتها تراكمت تقوت بها جني حرارتها تراكمت تخدمها جني حرارتها تراكمت تحرسها جني حرارتها تراكمت عليها جني حرارتها تراكمت تخدمها جني حرارتها تراكمت عليها جني عليها جني عليها جني تخدمها جني تحرسها جني توكلت بها جني عليها جني عليها جني بسم الله تبطن كل عين عين بسم الله تبطن كل عين بسم الله تطفئ كل عين بسم الله تخرج كل عين اللهم اخرج حرها اللهم اخرج حرها اللهم اخرج حرها وحرارتها 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 اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وحرارتها الله العظيم ورب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما
اللهم رب الناس أذهب الباس أشف اللهم يا ربي أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا داما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب الباس أشف أنت الناف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما ربي ما كان مصاب فمك وحدك وما كان خطأ أو سهو أو زلل أو نسيا فالطريقة والقراءة تدخل كلام من اسم الشيطان الله رسوله وبراء الله عليه وعلم والحمد لله رب العالمين.